بسم الله الرحمن الرحيم من جوده اكاديمي والفيديو رقم 5 في ماده العلوم للصف الاول الاعدادي. ومعانا النهارده بقى هذه التجربه الجميله جدا. سريعا كده الى التجربه اللي معانا، وبقول ان انا معايا الكاسين دول. معايا ادي مثلا الكاسين بقى او القارورتين دول اسمهم ايه؟ قارورتين. ادي القاروره الاولى والقاروره الثانيه، تمام. ورحت جايب بقى في الاولانيه ادي قطع ثلج اللي هو ما بيقولوا عليه التلج مجروش، تمام. ادي في الاولانيه، تمام. ورحت جايب في الثانيه قطع نحاس. ايه يا عم التجربه الغريبه دي؟ يعني اجيب في واحده قطع تلج واجيب في الثانيه قطع نحاس؟ بس خليك بس معايا عشان نشوف احنا عاوزين نوصل لايه. بنفس الاحجام متقطعه كده، بنفس الاحجام اللي متقطع زيها الايه قطع التلج، تمام. النحاس ماده والتلج ماده، والبتاع اللي انا بشرح عليها دي اصلا ماده، والقاروره اللي عليها اللي فيها التلج والقاروره اللي فيها النحاس اصلا ماده. يعني ايه اصلا ماده؟ يعني بيكون لها كتله وبيكون لها حجم وبتشغل حيز من الفراغ، هو ده الماده. وخدنا الخاصيه المميزه للماده المره اللي فاتت وهي الكثافه، وتعرفنا عليها وناقشنا كل اسرارها. وتعالى النهارده عشان نتعرف على صفه مميزه جديده اقدر افرق ما بينها وما بين اقدر افرق ما بين المواد على اساس الاختلاف في الصفه المميزه دي، زي ما كنت بفرق عن طريق الكثافه. وتعالى فرحت جايب القاروره الاولانيه ورحت حاطط تحتها مثلا ايه بتاع كده، ادي مثلث مش عارف اعملها ازاي، المهم بتاع كده اهو حامل يعني او اي حاجه. ورحت حاطط بقى ايه شمعه هنا كده، عشان الشمعه نخليها مثلا بالابيض، وادي الشمعه الجميله بتاعتنا. والمفروض ان هي هتطلع بقى لها، المفروض ان هي هتطلع لهب، تمام. يبقى دي كده ايه ثلج، قطع ثلج مجروش، وده كده ايه لهب. ورحت برضو رايح عند التانية في نفس الوقت اللي بعمل فيه دي، ورحت جايب برضو نفس الشمعة اللذيذة الجميلة او شمعة تانية يعني، ما خلاص مش شمعة كتير بقى. ده برضو ايه لهب اهو، ادي اللهب، وده اللي جوه القارورة دي ايه، خليك فاكر ان هو نحاس. ورحت مشغل عليهم بقى اللهب ده، تمام. ورحت بقى مستني لحد ما اشوف امتى اللحظه اللي المي اللي التلج ده، ما هو اكيد انا حطيت لهب تحت التلج اكيد هيعمل ايه؟ هيسيح هيفك، تمام. وهنا برضو المفروض ان هو هيفك بس بعد فتره طويله. فهي دي الصفه الثانيه المميزه للماده، وهي مين؟ يعني انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول درجه الانصهار. عاوز تقول مين؟ عاوز اقول درجه الانصهار. درجة الانصهار هي الصفة الثانية أو الخاصية الثانية المميزة للمادة، زي مين؟ زي الكثافة درجة الانصهار، وهناخد بعدها طبعا مين؟ الغليان حالا دلوقتي في نفس التجربة. طيب هنا في لحظة معينة هيبدأ عندها قطعة التلج، طالما أنا حطيت تحتها لهب أو شمعة أو أي مش عارف إيه حاجة هتطلع كده حرارة، فهتبص تلاقي قطع التلج هتفك. وهنا المفروض للنحاس انها تفك بس بعد فتره طويله جدا، وعاوزه لهب شديد وعاوزه مش عارف ايه. طيب هنا بقى انت عاوز تقول ايه؟ عاوز هنا اعرف درجه الانصهار. يبقى انا هنا لو حتى كان التلج ده انا مش عارف ان هو تلج، والنحاس ده مش عارف ان هو نحاس، فاقدر اختبرهم عن طريق مين؟ عن طريق الكثافه اللي هي في الحاله الاولانيه اللي هي كانت بتساوي مين؟ الكتله على الحجم، فاقدر اميز ما بين النحاس وما بين التلج بكل قوه. لو واحد مثلا ايه جاي من الغابه كده ومش عارف يفرق بينهم، فهو هيمشي بس عن طريق الفيزياء او عن طريق العلوم. عاوز يفرق ما بين الحاجات عن طريق مين؟ عاوز يتعرف على الحاجات عن طريق الفيزياء وعن طريق العلوم. مش عارف يتكلم، ما عندوش خبره سابقه، ما يعرفش الحاجه، فيفرق بينها ازاي؟ هياخد الصفه المميزه ليها اللي هي كانت الكثافه. طيب ما عرفش يجيب الكثافه او مش مكفياها الكثافه عشان يفرق ما بين النحاس والثلج، هيستخدم ايه؟ الخاصيه المميزه بتاعه درجه الانصهار. هيجيب الثلج هيجيب النحاس ويعمل لهم الاختبار ده، فهيعرف بسرعه ان ده لما هيبدا عند لحظه معينه ان هو يفك او ان هو ينصهر، يعني يتحول من الحاله الايه؟ الحاله السائله. استنى، انت قلت لي مين؟ قلت لك الحاله السائله. طب ما تيجي هنا الاول كده ناخد هامش صغير ونكتب حالات الماده. حالات الماده، حالات الماده بيقال عنهم كده سريعا ان هم ايه؟ ان هم ثلاثه: صلبه، سائله، غازية. صلبة، سائلة، غازية. وطبعا في حالات رابعة مثلا زي مثلا الحالة الايه؟ البلازمية، وفي مش عارف ايه وهكذا، ولكن انت ايه خلينا مركزين مع الثلاث حاجات بتوعنا دول اللي هم صلبة، سائلة، غازية. تعال نديك كده أمثلة سريعة بنفس المادة. لو مثلا أنا عندي قطعة التلج دي،
طيب لو قطعة التلج دي فكت وبقت مية، بقت ايه؟ بقت سائلة. طيب لو انا غليتها بقى جامد وبقت بخار ماء، لو بقت ايه؟ بخار ماء، فبقت هنا في هذه الحالة مين؟ غازية. اذا صلبة، سائلة، غازية، وفي حالات تانية طبعا هنعرفها بعد كده. نرجع للتجربة بتاعتنا ونشوف ايه اللي احنا هنستخلصه منها. فيبقى اذا قلنا ان احنا عاوزين نفرق ما بين المواد عن طريق الصفه المميزه لها، وهي مين؟ وهي درجه انصهار المواد دي. فهلاقي ان درجه انصهار التلج قليله جدا جدا عن درجه انصهار مين؟ عن درجه انصهار النحاس. وتعالى هنا نعرف بقى درجه الانصهار، او ما يسمى بمفهوم درجه الانصهار، وهو مين؟ بيقول لك هو الدرجه. تعالى كده نعرفه ونكتبه مع بعض، ومش عايزين نحفظ ولكن عايزين نفهم، ولكن ايه الحاجات اللي هي بتحتاج حفظ بسيط طبعا لازم بنحفظها عشان نبقى ايه؟ نبقى فاهمين، وفي نفس الوقت نجيب الدرجات العالية ان شاء الله. اذا هي درجة الحرارة، اذا هي درجة الحرارة، على فكرة خطي جميل قوي جميل فعلا يعني. اذا هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها، او التي تبدأ عندها مين بقى؟ المادة تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة مين؟ السائلة. من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يعني لما يكون عندي قطعة التلج دي وتتحول من الحالة الصلبة بتاعتها إلى الحالة السائلة، دي بنقول عليها مين؟ بنقول عليها انصهار، ودرجة انصهارها هي كذا، بتحسب على اساس مين؟ على اساس الزمن اللي بيعدي عشان تتحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. طيب لو انا بقى فضلت مشغل عليها اللهب ده فتره اطول، حتى بعد ما اتحولت وبقت سائل كده، حتى بعد ما التلج ده اتحول كده وبقى سائل، بقى سائل جميل، بقى سائل ميه، اتحول التلج اهو بقى مين؟ بقى ماء. فهنا التلج كان صلب، الماء بقى سائل، وانا لسه برضه مشغل اللهب، فايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيتحول لي هنا الى بخار ماء، والبخار الماء ده هو الحاله الثالثه اللي بنقول عليها مين؟ الحاله الغازيه. الحاله الثالثه وهي الحاله الغازيه. اذا لو انا فضلت مشغل اللهب هتتحول عندي من الحاله السائله للحاله الغازيه، ودي بنقول عليها درجه ايه بقى؟ دي بنقول عليها درجه مين؟ الغليان. دي بنقول عليها مين؟ بنقول عليها غليان. طيب تعالى كده نعرف معنى كلمة درجة الغليان، أو نعرف معنى الغليان. إذا درجة الغليان، درجة الغليان هي إيه؟ زي ما إحنا عرفناها دلوقتي، أنا حولت من مين؟ حولت من الصلبة للسائلة فقلت عليه انصهار، حولت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فقلنا عليه انصهار. ودرجة الانصهار هي الدرجة اللي بتبدأ عندها المادة إنها تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طيب درجة الغليان بقى هي درجة الحرارة، إذا هي درجة الحرارة، طبعا مش لازم نكتب كل الكلام ده، درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها المادة إنها تتحول من الحالة مين؟ من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، هي درجة الحرارة. إذا هي مين درجة الانصهار؟ هي في الأصل إيه؟ درجة حرارة، درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها المادة إنها تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. إذا كل من درجة الانصهار ودرجة الغليان من الصفات المميزة للمادة. يعني إيه من الصفات المميزة للمادة؟ يعني لو أنا عندي مادتين متشابهتين جدا، لو أنا عندي مادتين متشابهتين جدا لكن مختلفتين، لو أنا عندي مادتين متشابهتين ولكن هما في الأصل أصلا إيه؟ مادتين، يعني مش نفس المادة، يعني مثلا مش إيه؟ مش حتة نحاس وحتة نحاس زيها، لأ أدي حتة نحاس مثلا وإيه؟ وحتة تلج. إذا فهم متشابهتين قوي، ولكن دي مادة ودي مادة. فإذا من الصفات المميزة جدا اللي أنا أقدر أفرق بينها ما بين المادة دي والمادة دي كانت مين؟ كانت الكثافة في الأول، بعد كده كانت مين؟ كانت درجة الانصهار، بعد كده بقت درجة الغليان، كل الحاجات دي أقدر أفرق بينها فيها ما بين مادة وأي مادة. وإلى هنا بقى نتوقف، لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة في أن تراسلنا، وإلى اللقاء.